بسم الله، انا هتكلم عن الفيشيال نيرف. طبعا احنا عارفين الفيشيال نيرف هو الكرينيال نيرف رقم 7. عايزين الاول نعرف هو بيخرج من السكال من انهي فورامين. احنا قلنا المره اللي فاتت ان عندنا 3 فورامين مشهورين بنقول عليهم ار او اس من قدام لورا، روتاندم وفيل واسباينوزا. قلنا قدامهم في 2، اول واحد هو السوبيريور اوربيتال فيشر والثاني هو الاوبتيك كانال. قلنا الاوبتيك كانال بيخرج منه الاوبتيك نيرف ومع الاوبسالميك ارتري. السوبيريور اوربيتال فيشر بيخرج منه الكرينيال نيرف رقم 5، وخصوصا البرانش الاولاني منه اللي هو الايه الاوبسالميك نيرف. طبعا يبقى في 1 في 2 في 3، وقلنا السباينوزم بيخرج منه برانش من الفي 3. كل ده كان موجود في المره اللي فاتت. احنا هنتكلموا بقى على الفورامين اللي موجوده في البوستيريور كرانيال فوسا، يعني في الجزء ده كده. في فورامين قلنا بقى نحفظها من هنا من الميدل هنا لغايه ما ايه واحنا خارجين كده. فورامين ماجنم ده اكبر فورامين، بيخرج منه البرين ستيم، الهايبوجلوسال، الجاجولار والانترنال اوديتوري ميتس. هايبوجلوسال بيخرج منه الهايبوجلوسال نيرف، الجاجولار بيخرج منه الجاجولار فين. اللي هنتكلموا عنه بقى دلوقتي اللي هو الانترنال اوديتوري ميتس او الانترنال اكواستيك ميتس، ده اللي بيخرج منه الفيشال نيرف. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل كل الفورامين اللي موجوده في البرين. واليورلت كان بيقول ايه بقى؟ ان الانتيريور كرينيال فوسا خارج منه الايه الكرينيال نيرف الاولاني اللي هو الاولفاكتوري بتاع الشم. الميدل كرينيال فوسا قلنا الثلاثه ار او اس، قدامهم اوربيتال فيشر والاوبتيك كانال. الاوبتيك كانال بيخرج منه الاوبتيك نيرف هنا في 1 في 2 في 3، وهنا برانش من الفي 3 ومع الميدل مننجيال ارتري وفين. البوستيريور كرينيال فوسا قلنا هناخده برده من تحت لفوق كده، الفورامين ماجنوم برين ستيم، هايبوجلوسال كانال، هايبوجلوسال نيرف، جاجولار فورامين، جاجولار فين، والانترنال اكواستيك او اوديتوري ميتس بيخرج منه كرينيال نيرف رقم 7 ومعاه رقم 8. تمام، رقم 7 ورقم 8، وديت هتاخد بالك ان ايه خارجين من نفس الفورامين من الانترنال اكواستيك ميتس، وهم اصلا بيمشوا مع بعض في نفس الايه في نفس الكورس. هتلاقي ان السابع والثامن ماشيين مع بعض. طبعا جبنا برده الرسمه دي المره اللي فاتت، قلنا الميدل بيخرج منه الايه الموتور، ميدل موتور. فادي الميد برين بيخرج منه الثالث ومن ورا الرابع، دول بتوع الايه بتوع العين، حركات العين، ومعاه السادس من الايه البونز، وال12 في المدل. طب فين بقى السابع؟ السابع هتعدي ده، ادي 3 ادي 4 وده الخامس اللي طلع منه 3 برانش، وادي السادس من الميدل، وده بقى يبقى السابع. تمام، انت بتعدي من فوق لتحت، ده السابع وجنبه الثامن عشان بيبقوا ماشيين مع بعض. بس مقدمه خفيفه كده عشان نبدا في الفيشال نيرف. الفيشال نيرف بيخرج من 3 نيوكليوي. تمام، يعني الفيشال نيوكليوس بيبقى مقصود بيهم الثلاثه دول. طب الفيشال دوت موتور ولا ميكسد ولا سنسوري؟ احنا قلنا البيور سنسوري 128، البيور موتور اللي هم بتوع العين ومعاهم 11 و12 بتوع العين اللي هم 3 و4 و6. يبقى احنا عندنا 5 و7 و9 و10 ميكسد. يبقى الفيشال ميكسد يعني موتور سنسوري وكمان معاه اوتونوميك. عندنا 3 نيوكليوس، اول واحد هو السوبيريور سليفري نيوكليوس. السوبيريور سليفري نيوكليوس موجوده فين؟ موجوده في البونز. طب ديت يعني هتودي نيرف ولا هتجيب هتدي نيرف يعني تحرك حاجه ولا هتعمل ايه؟ من اسمها سليفري، يبقى هتروح في الاخر هنعرف ان الفيشال بيدي السب مانديبولر والسب لينجوال علشان يعمل سلايفيشن. يبقى السوبيريور سليفري نيوكليوس دي بتاعه السلايفيشن وما بتخرجش على طول كده ايه او دوت الموتور. ماشي، الموتور نيوكليوس ما بتخرجش على طول، بقى بتجي ملفه حوالين السوبيريور سليفري. تمام الموتور نيوكليوس بتاعه ايه؟ بتاعه الموتور. اي عضله هحركها بالفيشال بتبقى من الايه من النيوكليوس دي. اخر حاجه هي السوليتري نيوكليوس. هو الاول الموتور دي موجوده فين؟ برده في البونز. السوليتري نيوكليوس دي بقى موجوده في المدله، موجوده تحت في المدله، بتبقى على فكره ما بتديش بس الايه الفيشال، دي بتدي ثلاثه كرينيال نيرف، الفيشال، الجلوسوفارينجيال والفيجاس. الفيشال، الجلوسوفارينجيال والفيجاس. هي بتاعت ايه السوليتري نيوكليوس؟ بتاعه التيست من التنج، بتاعه التيست من التنج. هتقول لي صح كده، انا فهمت ليه بتدي الثلاثه كرينيال نيرف دول، لان الفيشال هو اللي بياخد التيست من الانتيريور 2/3 من التنج، والجلوسوفارينجيال من البوستيريور 1/3 تيست برضو سنسيشن، والموست بوستيريور الفيجاس. يبقى كده الثلاثه كرينيال نيرف اللي بيدوا اللي بياخدوا التيست من التنج يوصلوه للثالاموس بيبقوا موجودين، بيوصلوا للنيوكليوس اسمها سوليتري نيوكليوس. سوليتري نيوكليوس موجوده في المدله، موتور نيوكليوس موجوده في البونز، هي والسوبيريور سليفري. موتور نيوكليوس بتاعه الحركه وبتلف حوالين السوبيريور سليفري عشان تعدي تمشي لوحديها في نيرف اسمه فيشيال نيرف بروبر. تمام، اما التانيين اللي هم السوبيريور سليفري والسوليتري نيوكليوس بيبقوا ماشيين مع بعض وبيتجمعوا في حاجه وبيجمعوا عشان يمشوا في نيرف اسمه نيرفوس انترميديوس. نيرفوس انترميديوس بعدين الموتور اللي هو الفيشيال نيرف بروبر او موتور فيشيال نيرف مع النيرفوس انترميديوس عشان يتجمعوا مع بعض في الجينيكيوليت جانجليون عشان يعملوا ريلي ومن خلالها بقى يتوزعوا ايه في البرانشات بتاعتهم. عايز اقول لك ان الفيشيال نيرف بيمشي مع الفيستيبيولو كوكيلار نيرف اللي هو الثامن، احنا لسه قايلينها، قلنا السابع والثامن بيبقوا خارجين جنب بعض وماشيين مع بعض. فين بقى؟ في السيريبرو بونتاين انجل. احنا عارفين ان البونز
من الجزء اللي ورا بيبقى فيه الفورس فينتريكل ووراهم هو السريبيلم. فالجزء اللي هو السريبلو بونتاين انجل، في انجل هجيب لك صوره احسن، ادي صوره اهي. طبعا احنا عارفين الجزء اللي فوق ده الميد برين بونز مضله، وادي السريبيلم نايم كده على الايه على البونز. فالكرينيال نيرف رقم 7، كرينيال نيرف رقم 7 اهو، ادي كرينيال نيرف رقم 7. بص خارج منين؟ من الجزء ما بين البونز والسريبيلم، اسمه سريبيلو بونتاين انجل، تمام. وديت مهمه. ليه النقطه دي مهمه؟ علشان بيطلع من هنا تيومر، فلما يطلع تيومر بيضغط على ايه؟ بيضغط على السابع والثامن، يبقى الفيشيال ماشي مع الفيستيبيول وكوكلر في السريبيلو بونتاين انجل، وكمان في الانترنال اوديتوري ميتس. احنا قلنا اصلا بيخرج من الايه، من الانترنال اكوستيك ميتس، وهيدي برانش كمان لما يوصل للانترنال اوديتوري ميتس. طبعا فيستيبيول وكوكلر هيدي على البرانشات اللي هي السمع والاتزان، والفيشيال هيدي برانش اللي هو الاستابيديوس. بس خلينا نرجع لمرجوعنا تاني، ان احنا عندنا ثلاثه نيوكليوس، واحده بتحرك والثانيه بتعمل مسؤوله عن السلايفيشن، والسليتر نيوكليوس موجوده في السابع والتاسع والعاشر عشان التست سنسيشن. ماشوا مع بعض النيرفات دي ملهاش لازمه، عملوا ريلي في الجينيكيوليت جانجليون. اول برانش هيديه هو النيرف تو الاستابيديوس. هجيب لك صوره برده. ادي صوره، احنا عندنا التيمبانيك ممبرين، ادي الصوت جاي من الودن كده تمام، هيوصل للتيمبانيك ممبرين وهيبعت الاهتزازات لغايه ايه، لغايه ما تسمع الصوت. ففي جوه هنا ثلاث عضمات صغيرين اسمهم ايه، الميلس والانكس والستيبس تمام. ففي بقى مصل ماسكه في الستيبس دي اسمها ستابيديوس مصل، بتعمل ايه ساعه ما بيجي الصوت؟ لو الصوت جاي عالي جامد هتيجي شد على الستيبس، فما توصلش الايه الصوت العالي دوت للنيرف علشان ما يبوظش النيرف. يبقى بتعمل ايه الستابيديوس؟ بتعمل حاجه اسمها بريكن ريفلكس اهو، بريكن ريفلكس. واحنا قلنا على البريكن ريفلكس ده اتكلمنا فيه المره اللي فاتت لما اتكلمنا على الترايجيمنال، وقلنا ان المانديبولر برانش اوف الترايجيمنال بيدي نيرف بيعمل حاجه اسمها دامبنج ريفلكس، اللي هو النيرف اللي هو التنسور تيمباناي، بيعمل ايه؟ بيشد التيمبانيك ممبرين لما يجي صوت عالي برضو علشان ما ياثرش على النيرف. نفس الكلام هنا في الفيشيال، بيشد بقى ماسل هنا اللي هي الاستابيديوس ماسل عشان تشد على الاستيبس بون تمام، وفتعمل بريكن ريفلكس. طبعا لو باظت هنا هنتكلموا في الاخر الريليجن هيحصل ايه، بس هنا لو باظت هيبقى ايه، هتسمع الصوت عالي جامد فيعمل حاجه اسمها هايبر اكيوزس. نكمل بس الاول. بعد كده هو مشى عمل ريلي في الجينيكوليت بادي، وبعدين جه مدي ومن بعد على فكره الجينيكوليت جانجليون، بعد الجينيكوليت جانجليون بقى اسمه فيشال نيرف كده، لانه قبليه ما كانش اسمه فيشال نيرف. بعد الجينيكوليت جانجليون بقى ماشي الفيشال نيرف، ادى النيرف تو الاستابيديوس. بعد كده ادى حاجه اسمها الكوردا تيمباناي تمام. الكوردا تيمباناي دي قلنا عليها المره اللي فاتت لما قلنا ايه، اما قلنا ان الترايجيمينال بيدي اللينجوال نيرف. استنى اجيبها برضو، ادي الترايجيمينال اهو اللي اتكلمنا عليه، قلنا بيدي في الاخر خالص من المانديبولر. ادي بص ده كده ماشي ايه، المانديبولر اهو بيتقسم البوستيريور برانش وانتيريور برانش. قلنا البوستيريور برانش بيدي اللينجوال نيرف عشان يروح للانتيريور تو ثيرد يدي جنرال سنسيشن، وهو داخل بيجي متجمع عليه الكوردا تيمباناي اللي جاي من الفاشيال عشان يدي التست سنسيشن. يبقى التنج الانتيريور تو ثيرد بتاعه في ايه، الانتيريور تو ثيرد اللي بيدي جنرال سنسيشن تاتش بريشر والحاجات دي تمبريتشر الايه الترايجيمينال. من انهي برانش؟ من المانديبولر. من انهي برانش؟ من اللينجوال. طب التست جاي من منين؟ من الفاشيال. من انهي برانش؟ من الكوردا تيمباناي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، الكوردا تيمباناي. هنكمل. يبقى احنا ادى برانش اسمه كوردا تيمباناي اتجمع مع اللينجوال عشان يدي الانتيريور تو ثيرد للتنج وفي التنج عشان يدي التست. جميل. في برانش تاني هنا انا مش موجود في الصوره بس عشان ممكن تعمله شبه ما انا عامل كوردا تيمباناي كده بالظبط، بعديه اسمه الجريت سوبيريور سوبرفيشال، الجريت سوبرفيشال بتروزال نيرف عشان هنستخدمه بعدين هنتكلمه لو حصل ليجن. يعني اسمه جريت سوبرفيشال بتروزال نيرف، بيروح برده يعمل ريلي في جانجليون اسمها اسفينو بلاتاين جانجليون عشان يدي في الاخر اللاكريمال جلاند ويعمل لاكريميشن. يبقى انا اللاكريميشن بعمله باني نيرف؟ بالفيشيال نيرف. طبعا احنا اتكلمنا قلنا اللاكريميشن هو اشتراك بين الترايجينال والايه والفيشيال، وهنتكلم عنه لوحده. بس اللي عايزك تعرفه ان بعد الكوردا تيمباناي كده في نيرف اسمه السوبرفيشيال بتروزال نيرف بيعمل ريلي في السفينو بلاتاين جانجليون عشان يدي اللاكريمال جلاند يعمل لاكريميشن تمام. هجيب لك ادي الصوره اهي، والصوره ديت افضل بس انا عشان مدي البرانشات كامله يعني. المهم ادي الموتور نيوكليوس لف حوالين ايه السوبيريور سليفري، انما السوبيريور سليفري مع السوليتاري نيوكليوس انا مبينها افضل يعني ماشيين مع بعض، عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها نيرفوس انترميديوس، وصلوا للجينيكوليت بودي. الجينيكوليت بودي بيطلع بقى كايه، كفيشيال نيرف. ادي الكوردا تيمباناي اللي بنتكلموا عنها، وقلنا بعديها بيدي نيرف تاني اهو بقى، ادي الكوردا تيمباناي والناحيه الثانيه الايه السوبرفيشيال بتروزال نيرف، هو ده اللي انا اقصده. بيروح يريلي في جانجليون اسمها تريجو بلاتاين جانجليون تمام.
سوبرفيشال بتروزال نيرف يروح للريليف التريجو بالاتاين جانجليون، او على فكره هي اسمها اللي انا قلته الاول سفينو بالاتاين جانجليون، هي ويجي رايح مد اللاكريمال جلاند عشان يعمل لاكريميشن. ايه بقى اللاكريميشن اللي انا بقول لك عليه انه الترايجمينال والترايجمينال والفيشال اللي بنتكلموا عليه مشتركين فيه؟ انت عندك الترايجمينال بيدي احساس تمام اللي هو الافرين، بيرجع بقى كبار سمباثيك بنرفين الترايجمينال والفيشال تمام. يبقى ترايجمينال والفيشال بيشتركوا في ان هم يدوا بارا سمباثيك لللاكريمال جلاند والفيشال اكتر تمام، يعني الفيشال مؤثر في الموضوع ده اكتر. نرجع لصورتنا، عملنا ريليف جينيكوليت جانجلو، طلعنا كفيشال نيرف، ادينا الاستابيديوس علشان البريكن ريفلكس لو باظت تعمل هايبر اكيوسس، بعدين ادينا الكوردا تيمبانوي اللي اتجمع مع اللينجوال واداني الانتيريور تو ثيرد اوف التانج، وكمان ادى برانش تاني راح لجانجليون اسمها السبمانديبولر جانجليون علشان تدي البارا سمباثيك للسليفري والمانديبولر للسليفري جلاند اللي هي السبلينجوال والسبمانديبولر. يبقى مين اللي بيعمل سلايفيشن؟ مين اللي لما باكل الاقي سلايفا طالعه كده حاجتين نيرفين يعني؟ ده الاولاني فيهم اللي بيدي السبلينجوال والسبمانديبولر. التاني بقى اللي بيدي باروتيد، يعني هنا الفيشيال ملوش دعوه بالباروتيد، لا ملوش دعوه وهنتكلموا عن قصه كده ساعتها لما نوصل له، بس انت عندك الجلوسوفارينجيال هو اللي بيدي الباروتيد، بيدي البارا سمباثيك للباروتيد. يبقى السلايفيشن مشترك فيه تو نيرف الفيشيال وخصوصا اللي هو الصب وخصوصا الكوردا تيمبانوي البرانش بتاعه اللي بيدي ايه الصب لينجوال والصب مانديبولر، والنيرف الثاني اللي هو الجلوسوفارينجيال بيدي الباروتيد. اتكلمنا قلنا ان في نيرف هنا انا مش كاتبه اللي هو البتروزال نيرف اللي هو الجريت سوبرفيشال بتروزال نيرف، وبيروح يريليف السفينو بالاتاين عشان يدي اللاكريمال جلاند. بعد كده بيخرج من الستايلو ماستويد فورامين، هذه الصوره دي بتبين لك الماستويد بروسيس، والحته دي كده اسمها الستايلويد بروسيس، عظمه البارزال ستايلويد وديت الماستويد، فالفورامين اللي بينهم اسمها ايه ستايلو ماستويد فورامين، ستايلو ماستويد فورامين. فهو بقى بيعدي من الستايلو ماستويد فورامين ده اهو ستايلو ماستويد فورامين، ومن بعديها يرفع شعار يقول لك انا هدي موتور. فهو من بعد ما بيعدي الستايلو ماستويد فورامين معظم اللي هو 90% من النيرفات اللي طالعه بقى كلها هتدي موتور. طب ادينا عدينا، فقبل ما بيوصل للباروتيد جلاند بيدي نيرفين، اول واحد اسمه بوستيريور اوريكولار نيرف، ده بيعمل ايه؟ قال لك ودنك هي من ورا اسمها ايه بوستيريور سيرفيس اوف الاكسترنال اير، هو بيجي مدي لها الاحساس. فانت الودن من ورا كده بيدي ايه الاحساس بتاع الجلد اللي موجود، يعني لو الجلد ده ضغطت عليه كده اداك احساس او الاحساس ده متشال بالبوستيريور اوريكولار نيرف. كمان في موتور عضلتين، عضله اسمها الاوكسيبيتاليس والعضله الثانيه اوريكولاريس تمام، مش مهمين بس هو بيدي موتور وبيدي سنسوري، موتور للعضلتين دول وسنسوري في البوستيريور سيرفيس وفي الاكسترنال اير اللي هو السكن اللي بيكفر الماستويد بروسيس وجزء من الاوريكل. من الاخر الجزء اللي ورا ودنك سنسيشن بالنيرف ده ومعاه عضلتين. النيرف الثاني اللي بعديه اسمه النيرف تو البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، سمعناها فين دي؟ في الترايجمينال، لما قلنا ان المانديبولر برانش المانديبولر اهو بيدي في الاخر نيرف تو الايه تو المايلو هايويد اللي بيديك مايلو هايويد وانتيريور بيلي اوف دايجاستريك. اهو البوستيريور بيلي بقى متشابه بالفاشيال، فبيبقى نيرف تول بوستيريور بيلي اوف دايجاستريك ومعاها مصل تانية اسمها ستايلو هايويد، مش مهمين برضو خلي بالك، بس اللي عاوزك تعرفه ان الدايجاستريك مصل فيها تو بيلي، يعني جزئين، جزء اللي قدام وجزء ورا. الجزء اللي قدام الانتيريور بيلي متشال بالايه بالمانديبولر، والجزء اللي ورا البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك متشال بالفاشيال. اهو الحته بقى اللي بقول لك عليها انه بعد بيكمل يمشي جوه الباروتيد جلاند، بيمشي جوه الباروتيد جلاند بس ما يغذيهاش، ودي معلومه مهمه جدا. ليه؟ اولا علشان تبقى عارف ان اللي بيدي باروتيد جلاند وبيعمل سلايفيشن من الباروتيد جلاند هو الجلوسوفارينجيال مش الفيشيال، مع ان الفيشيال ماشي جوه الباروتيد جلاند، انما الفيشيال ما يديش غير سب لينجوال وسب مانديبولر. المعلومه الثانيه ان الباروتيد جلاند بيحصل لها مشاكل، ساعات بيحصل فيها انفكشن، ساعات بنبقى عايزين نشيلوها، فالجراح وهو بيشيل الباروتيد جلاند ممكن يبوظ الايه الفيشيال نيرف، وخصوصا الموتور برانشز اوف الفيشيال، يعني الحاجات دي هتبوظ اكيد لا، انما اللي هيبوظ من بعد الباروتيد اللي هم الخمسه برانش تيرمينال برانش اللي هم الموتور تمام. يعني عايز تقول لي ان الفيشيال بيعدي جوه الباروتيد جلاند لكن ما يغذيهاش ويكمل عشان يدي خمسه برانش للوش يحركوه. احنا قلنا الاحساس بتاع الوش جاي من الايه من الترايجمينال، لما اتكلمنا عن الترايجمينال اهو قلنا احنا بيدينا ايه الاحساس من الوش اهو، لما قلنا الفرونتال بيدي الفورهيد وعندك الزايجوماتيك بيدي الجزء الايه الماكسيلري والمانديبولر، كل بقى الحته دي كل ده سنسر، انما موتور للوش لازم تبقى عارف ان هو الفيشيال بانهي برانش. الخمسه برانش دول مش مهمين بس عايز تحفظهم، بيبقى في جمله مشهوره كده اسمها توتو زوغ بدري مع سوسو تمام، توتو اللي هي التيمبورال، زوغ زايجوماتيك، بدري بكل مع مارجينال، سوسو سيرفايكال. طبعا احنا بناخد اول حرف اللي هي تي تيمبورال، الزيل زايجوماتيك
الب بقل والام الام مارجنال والسين سيرفايكال. تدي عضلات الوش بقى كلها اسمها ايه؟ عضلات الوش دي اسمها الفيشيال ماسل اوف اكسبريشن. الفيشيال ماسل اوف اكسبريشن يعني لو انا قلت لك مثلا اضحك او في رينكلز مثلا عندك والحاجات دي كلها بتبقى بالفيشيال، بتبقى بالفيشيال. بس عايز اقول لك ان اللي بيقفل العين، فاكر انت الكورنيا اللي في ريفلكس لما قلنا ان ترايجيمينال بيدي بالاوبسالميك برانش بتاعه وخصوصا النيزوسيلياري، قلنا ده البرانش الوحيد اللي مكتوب في الفيرست ايد، قلنا بيدي بقى النيزوسيلياري ده بيدي الكورنيا. ليه؟ عشان تحس بالكورنيا لو جه عليها تاتش اي حاجه هتضر الكورنيا يجي حصل ريفلكس. ايه الريفلكس؟ ان تحس بالترايجيمينال يوصل للسنتر اهو، تحس بالترايجيمينال وخصوصا الاوبسالميك وخصوصا النيزوسيلياري توصل للسنترال وترجع تحرك الايه العين تيجي قافلها بالاوربيكولاريس اوكيولاي. طب بتقفل العين دي بالعضله دي، بتقفل العين بالعضله دي. طب مين اللي بيدي العضله دي؟ هي الفيشيال، هو الفيشيال. يبقى الفيشيال وخصوصا التيمبورال والزيجوماتيك بيدوا الاوربيكولاريس ماسل اللي بتقفل العين في الكورنيا ريفلكس. وهنا لو وهنا هنقوله لو في ليجن مش هيتقفل العين لو في اي خطر وصل للكورنيا، فبالتالي يحصل ألسر، يحصل كورنيال ألسريشن. عايز اقول لك بس ان الايه كتاب هاي ييلد نيورو اناتومي اتكلم عن الجاستري باسوي، جاستاتوري باسوي اللي هو الاحساس التست من التنج. انا بحس بالتست في التنج باني نيرف؟ قلنا الانتيريور 2 ثيرد من الفيش، البوستيريور 1 ثيرد من الجلوسوفارينجي، الموست بوستيريور من الفيجاس. قال لك لا انا عايز بقى ايه معلومات اكتر. قلت له ماشي نشرحه الجاستاتوري باسوي اهو. راح فين؟ ادي الجاستاتوري باسوي، الجزء اللي قدام واصل للجينيكوليت اهو، انتيريور 2 ثيرد من التانج ماشي بيرجع لغايه الجينيكوليت جانجليون ويجرايح للايه للسوليتاري نيوكليوس. ادي اول جزء ان الجزء الانتيريور بالفيشيال نيرف وصل للجينيكوليت جانجليون وصل للسوليتاري نيوكليوس. الجزء البوستيريور ماشي بالايه بالجلوسوفارينجيال اللي هو التاسع وصل لجانجليون اسمها انفيريور جانجليون. ادي التاسع، التاسع فين الانفيريور جانجليون اهي، وفين التانج اهو. قلنا ان التانج البوستيريور 1 ثيرد التست سنسيشن من الجلوسوفارينجيال بيوصل لغايه الانفيريور جانجليون وبيرجع عند النيوكليوس اسمها ايه، هي هي السوليتاري نيوكليوس. جميل. بعد كده الموست بوستيريور بقى ماشي بالفيجاس يوصل للانفيريور جانجليون وفي الفيجاس، الانفيريور جانجليون وفي الفيجاس ويوصل للسوليتاري نيوكليوس. السوليتاري نيوكليوس بقى عليها يتقال عليها ايه السكند نيورون، ما هو كل الثلاثه دول كده الفيرست نيورون، فيرست اوردر نيورون. بعد كده السوليتاري نيوكليوس هي السكند اوردر نيورونز، وتيجي مطلعها بتيجي مطلعها فايبر توصل للثالاموس. توصل لفين؟ للثالاموس. ما احنا عارفين ان الاحساس معظمه جاي من الثالاموس، واصلا احنا بنقول دايما ان الاحساس كله جاي من الثالاموس ما عدا الكورتيكال سنسيشن. ده المهم يعني ان الاحساس رايح فين؟ الثالاموس. فين بالظبط في الثالاموس؟ مش بيبقى فيه مجموعه نيوكليوس؟ قال لك في الفنترال بوستيريو ميديال نيوكليوس. انا هحاول اجمع معاك. يبقى الثالاموس فيها نيوكليوس اسمها في بي ام، في بي ام مشهوره كده في بي ام، لو عايز اسم كامل فنترال بوستيريو ميديال نيوكليوس. ديت بتاخد الفايبر اللي جايه من السوليتاري نيوكليوس عشان تحسسك بالايه بالتست سنسيشن. يبقى ده الجاستاتوري باثوي، فيرست اوردر نيورونز الثلاثه جانجليون دول وخصوصا النيرفات بتاعتهم اللي هي الفيشيال جلوسوفارينجيال وفيجاس وصل للسوليتاري نيوكليوس سكند اوردر نيورونز وصل للفي بي ام. الفي بي ام اللي هي الايه في الثالاموس كثيرد اوردر نيورونز. كده انا حسيت بالتست سنسيشن. النقط الهاي ييلد في الـ في الـ في الفيشيال، في الفيشيال نيرف، اول حاجه النيرف تو الاستافيديوس عشان البريكن ريفلكس لو باظ يعمل ايه هايبر اكيوز. تاني حاجه ان الكورده تيمباناي بتوصل مع اللينجوال عشان تدي تيست سنسيشن للانتيريور تو ثيرد، وكمان بتدي سب لينجوال وسب مانديبولر سليفري جلاند. يبقى كده احنا اتكلمنا في معلومتين، المعلومه الثالثه ان هي بتعدي الباروتيد جلاند ما تغذيهاش، المعلومه الرابعه ان هي الفيشيال ماسل اوف اكسبريشن، المعلومه الخامسه هي الفيشيال ليجن. بقى يعني احنا هنتكلم دلوقتي عن الفيشيال نيرف لو باظ ايه اللي يحصل. عايز اعرفك ان الفيشيال نيوكليوس دي في الاخر ايه، لوور موتور نيورون صح؟ مش فاهم يا عم. احنا عندنا في السريبرال كورتكس في منطقه مسؤوله عن الحركه تمام اسمها الموتور سريبرال كورتكس، لغايه ما تبقى تعرف اسمها بالظبط موتور سريبرال كورتكس هتروح تحرك لي عضلات الجسم كلها، او عضلات الجسم كلها اسم التراكت اللي ماشي بقى من هنا لغايه ما يوصل للعضله اسمه كورتيكو سباينال. يعني بيعمل ايه؟ من الكورتكس كورتيكو بيوصل للسباينال كورد سباينال، ومن السباينال كورد يجي ايه رايح للعضله.
فكورتيكو سباينال ده بنسموه ابر موتور نيورون، من السباينال كورد للعضله بسميه لور موتور نيورون. نفس الكلام نفس الكلام مع النيوكليوس اللي هي الكرينيال نيوكليوس. ايه اللي بيحصل؟ الجزء اللي جاي من البرين من السيريبرال كورتكس يعني لغايه النيوكليوس بسميه ابر موتور نيورون، الجزء اللي طالع من النيوكليوس لغايه العضله بسميه لور موتور نيورون. تمام كده؟ تمام. طب النيوكليوس نفسها دي ابر ولا لور؟ النيوكليوس دي تعتبر لور موتور نيورون. وبالتالي لما انا دلوقتي هتكلم عن الكورتيكو بالبر يبقى ده ابر موتور نيورون. لو باظ بيحصل باراليسز. في كلمه ادق لما الابر موتور نيورون يبوظ بسميها ايه؟ باريسز. بس لازم مش لازم دلوقتي، بس تبقى فاهم ان هي بتبقى لما الابر موتور نيورون بيبوظ بيحصل حاجه اسمها سباستيك باريسز. لكن اللور موتور نيورون لما بيبوظ بيحصل فلاسيد باراليسز. تمام تمام. ادي اول نقطه. تاني نقطه هي الديكاسيشن او الكروسنج. احنا عارفين ان الكورتيكو سباينال يعني اللي جاي من السيريبرال كورتكس لغايه السباينال كورد بيعمل ديكاسيشن لما يوصل للمظله. تمام؟ اللي هو البيراميدال تراكت، انا بتكلم عن البيراميدال تراكت، لما يوصل للمظله يعمل ديكاسيشن. جميل جميل. طب الكورتيكو بالبر اللي رايح من السيريبرال كورتكس لغايه النيوكليوس ده بيعمل ديكاسيشن فين؟ قال لك بيعمل ديكاسيشن قبل ما يجي يدي الايه النيوكليوس بالظبط. يعني ادي النيوكليوس بتاعه الفيشيال بتبقى موجوده مينلي في البونز. يبقى هيعمل ديكاسيشن في البونز. ادي النقطه الثانيه، كورتيكو سباينال بيعمل ديكاسيشن في المظله، كورتيكو بالبر بيعمل ديكاسيشن قبل ما يدي النيوكليوس على طول، وبالنسبه للفيشيال يعني بيعمل ديكاسيشن في البونز. النقطه الثالثه، النقطه الثالثه هي هو الكرينيال نيرف يعني جاي لها كورتيكو بالبر من الجزء المعاكس ومن الجزء الابسيلاترال ليها. كل الكرينيال نيرف جاي لها كورتيكو بالبر من نفس الجهه ومن الجهه المعاكسه. ليه؟ ده عظمه الخالق ان انت لو حته باظت من هنا الجزء الثاني بايه بيعوض. طبعا هيحصل ضعف لكن مش فقدان تام للنيوكليوس دي. كل الكرينيال نيوكليوس بتاخد باي لاترال انرفيشن ما عدا رقم 12 اللي هو الهايبوجلوسال والجزء اللي تحت من رقم 7. ما هو اصلا الكرينيال نيرف وخصوصا الفيشيال نيرف الكرينيال نيوكليوس وخصوصا الفيشيال نيوكليوس مقسومه نصين، النص اللي فوق منها بيدي النص اللي فوق من الوش، والنص اللي تحت من النيوكليوس بيدي الجزء اللي تحت من الوش. جميل جميل. او الجزء اللي فوق بينطبق عليه نفس القاعده اللي هي بياخد بايلاترال انرفيجن، لكن الجزء اللي تحت بياخد ايه كونترالاترال بس. وبالتالي لو حصل ان انا قطعت دول كده يعني ابر موتور نيورون على جهه من الجهتين، ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي الجزء اللي فوق واخد من الجهه الثانيه برضو، مش هيحصل له حاجه، ضعف بسيط. يعني الجزء الوش من فوق هيبقى ايه؟ هيبقى ضعيف حاجه بسيطه. انما النيوكليوس اللي الجزء اللي تحت منها واخد كونترالاترال بس، فلو باظت يبقى هيحصل باراليسز في الايه؟ في النص اللي تحت من الوش، يعني في الربع ده. جميل. عايز تقول لي ايه برضو؟ عايز اقول لك ان الابر موتور نيورون ليجن في جهه من الجهتين ما بتعملش حاجه في الربع اللي فوق من الوش، لكن بتبوظ الربع اللي تحت من الوش. خلاص كده؟ خلاص. تعالى نقروها بس الاول. قال لك ان انا جاي لي من الموتور كورتكس فايبر واصله لغايه الفيشيال نيوكليوس اللي موجوده في البونز. طب عمل كروسنج فين؟ عمل كروسنج قبل ما يدي النيوكليوس على طول. وبالتالي الافكتد سايد هيبقى كونترالاترال. ليه كونترالاترال؟ لانه هو واخد انرفيجن من الجزء العكسي. طب هيبقى كونترالاترال في الوش كله؟ قال لك لا، في اللور ماسل وفي الفيشيال اكسبريشن، لان الابر يعني الجزء اللي فوق من الوش سبيرد. ليه؟ عشان بياخد بايلاترال انرفيجن. تعالى بقى للنص الثاني، هو ان يبوظ اللور موتور نيورونز مش الابر، اللور. طب ماشي، احنا النيوكليوس موجوده بتيجي مد دي على طول ايه الفيس من نفس الجهه، لان الكروسنج كان فوق في الابر موتور نيورون مش في اللور موتور نيورون. يعني الحته دي لو باظت على جهه من الجهتين هيبوظ النص الوش كله، هيحصل باراليسز في نص الوش كله، وبيكون نوعه فلاسيد ولا سباستيك لغايه ما تفهم الفرق. هي تكون فلاسيد لان ده لور موتور نيورونز. يبقى تعالى نقرا اللور موتور نيورونز ده جاي فايبر من الفيشيال نيوكليوس لغايه ما وصلت للوش، هيبوظ الجزء الابسي لاترال وهيبقى الجزء الابر واللور، لان دوت ما بياخدش طبعا بايلاترال انرفيجن ولا حاجه، ده لور موتور نيورونز واخد من النيوكليوس اللي على جهته. هيكون يعني الفور هيد افكتد. طب هل هعرف اقفل عينيا كده؟ لا مش هعرف. انما في الابر موتور نيورون كنت تعرف تقفل عينيك. طب ديت فيها مشكله ايه؟ ان انا لو ما عرفتش اقفل عينيا في الكورنيال ريفلكس يحصل ايه؟ يحصل كورنيال ulceration. طب برضو ما عرفتش اعمل بريكن ريفلكس يحصل هايبر اكيوزس. طب ما عرفتش اوصل التست سنسيشن يبقى يحصل ايه؟ لوس اوف التست سنسيشن اللي ليها اسم ما اجيوسيا. تمام؟
اجيوسيا اي جي يو اي جي اي يو اس اي اي دي معناها loss of sensation اجيوسيا. جميل جميل. هنا كده تتوقف المعلومه. هقول لك لا انا اديك معلومه عشان ايه الشغل الكلينيكال بقى. الشغل الكلينيكال ان انا لو عندي مشكله مثلا في البونز ضربت النيوكليوس دي, هي طالما ضربت النيوكليوس يبقى ضربت الايه اللور موتور نيورونز, يحصل ايه؟ يبقى نص الوش كله بايظ, نص الوش بايظ. طب بالنسبه للكورتيكو سباينال ده لسه ايه ما عملش كروسنج, لان انا بقول لك احنا ضربنا الايه الكرينيال نيرف الكرينيال نيوكليوس نفسها في البونز, ضربنا الكرينيال نيوكليوس في البونز يعني ضربنا لور موتور نيورونز, يبقى بوظنا الايه نص الوش ده. انما كورتيكو سباينال لسه مكمل لغايه المظله عشان هيعمل في المظله ايه كروسنج الناحيه الثانيه. اذا لسه ما حصلش كروسنج اه, يعني ايه اللي هيتضرب؟ هيتضرب النص اليمين هنا مثلا والوش من النص الشمال. يبقى انا لو ضربت الكرينيال نيوكليوس وخصوصا يعني الفيشيال نيوكليوس, هيبقى ضربت الفيشيال نيوكليوس الشمال هيبقى وش الشمال في باراليسز وجسمي الناحيه اليمين كله باراليسز, يعني عكس بعض. واحد جاي يقول لي انا اتشليت من الجزء اليمين مش قادر احرك ايدي ورجلي اليمين, ولقيت انه وشه من الناحيه الشمال هي اللي برده فيها ايه باراليسز فيها شلل, يبقى انا عملت ايه ضربت اللور موتور نيورونز خصوصا النيوكليوس يعني, وضربت الكورتيكو سباينال اللي هو ابر موتور نيورونز. لا ده انا ضارب بقى ده ديت حاجه هو بريزنتيشن انه جاي واحد عنده شلل في جسمه من الناحيه اليمين كلها والوش الناحيه الشمال. دي المشكله الثانيه بقى لو فوق البونز وخصوصا فوق النيوكليوس, يبقى انا ضربت ابر موتور نيورونز ابر موتور نيورونز للكورتيكو بالبر, يبقى الوش هيبقى الجزء اللي افكتد كونترالاترال الجزء العكسي وخصوصا الجزء اللي تحت, الجزء العكسي وخصوصا الجزء اللي تحت. طب بالنسبه للكورتيكو سباينال انا يعني ضارب هنا اهو كورتيكو بالبر فضربت الجزء اللي تحت بس من الكونترالاترال سايد. طب الجزء اللي مضروب ده هياخد معايا الكورتيكو سباينال بقى, الكورتيكو سباينال يبقى برده كونترالاترال. يبقى انا لو جاي لي واحد بيقول لي انا عندي شلل في وش الشمال وشلل في رجلي وايديا الشمال, قول له يا عم روح اقسم بالله انت عندك ابر موتور نيورون ليجن فوق الفيشيال نيوكليوس, ابر موتور نيورون ليجن في الكورتيكو سباينال وفي الكورتيكو بالبر, لان الجزء اللي حصل له باراليسز واحد على الناحيتين, يعني موجود في الوش على الشمال وموجود في الرجل والايد على الشمال. انما لو كان الوش على الشمال والايد والرجل على اليمين هتقول له روح يا عم ده انت ضارب الكرينيال نيوكليوس او اللور موتور نيورونز بتاع الوش وضارب ابر موتور نيورونز بتاع الكورتيكو سباينال. الجزء الاخير ده كله لو ما فهمتوش ده هاي يلد في السي كي بقى, لان دوت جزء كلينيكال وبيبان بيظهر بيجي لك عيان بالمنظر ده مضروب وشه في ناحيه وجسمه في ناحيه ثانيه او مضروب جسمه في ناحيه والوش في نفس الناحيه. يبقى اول حاجه هتحصل في الليجن قلنا اللي هي ايه هيحصل فلاسيد باراليس, نتكلم هنا على اللور موتور نيورون فلاسيد باراليس تمام. طب الكورنيال ريفلكس هيحصل لوس اوف الكورنيال ريفلكس, ليه؟ لان انا بدي موتور للكورنيا بالفيشيال نيرف. بعد كده التست انا حابب بس اجيب اعلم اهو احنا كده ضربنا ايه لور موتور نيورون ادي النيوكليوس اصلا من اول النيوكليوس لكل ده كله لور موتور نيورون, ضربنا الاستابيديوس يبقى فقدنا البريكن ريفلكس يبقى حصل هايبر اكيوسس. جميل. ضربنا الكوردا تيمباناي يبقى فقدنا التست سنسيشن في التانج وخصوصا في الانتيريور تو ثيرد, فقدنا السلايفيشن اقول لك جزء من السلايفيشن لان الباروتيد واخده من الجلوسوفارينج, يبقى احنا ضربنا السلايفيشن. في كان في نيرف قلت لك انا في نيرف طالع هنا كده اسمه سوبرفيشال بتروزل صح, قلت لك هنحتاجوه. ايه المشكله بقى السوبرفيشال بتروزل اهو طالع وقلت لك بيروح يريلي في جانجليون هنا اسمها ايه اسمها سفينوبلاتاين جانجليون. انا ضربت الكرينيال ضربت الجزء ده من الفيشال نيرف, عارف بيحصل ايه؟ بيحاول يريجينريت, ما هو الاجسون بتاع النيرف بيعرف يريجينريت, فهو بيريجينريت وخصوصا البري سينابتيك هنا هو اللي هيريجينريت بدل ما يروح يريجينريت ويكمل علشان كان يديني اللاكريمال جلاند ويجي معيط. وانا بعمل لاكريميشن بايه بعمل لاكريميشن ثواني اللاكريميشن بالفيشيال عن طريق النيرف ده اللي هو السوبرفيشيال بتروزل رايح لللاكريمال جلاند بس معدي على جانجليون اسمها سفينوبلاتاين جانجليون. ولما يبوظ بقى النيرف وهو بيريجينريت بدل ما يروح على الجانجليون دي بيجي رايح ساعات على الجانجليون دي اللي هي ايه السب مانديبولار جانجليون. هتقول لي ديت بتاعه السلايفيشن ولا كريميش ولا بتاعه السلايفيشن؟ اه ما هيحصل مشكله غريبه جدا اسمها كروكودايل تير سيندروم. كروكودايل تير سيندروم ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل المفروض النيرف ده يروح ينبه اللاكريمال جلاند اه لا ده راح نبه راح على السليفري
سليفري جلاند. فوانت بتاكل وانت بتاكل او بس عشان انا عكست الدنيا هنا باظت اهي، المفروض الكوردة التمبانية يروح ايه يريلي في السب مانديبولار جانجليون، صح صح، فبدل ما يريلي في السب مانديبولار جانجليون بيروح يريلي في الايه في السفينو بالاتاين جانجليون. انا بس عكست الحته دي، يحصل حاجه اسمها كروكودايل تير سيندروم. ايه المشكله؟ المشكله انا باكل اهو، انا باكل والانتيريور تو ثيرد بيحس بالتست، والمفروض يجي عامل صلاي فيشن ساعه ما اكل. قال لك ما اصلا النيرف مش رايح للسليفري جلاند، ده راح لللاكريمال جلاند، يبقى هتلاقي العيان ماله ساعه ما يجي ياكل بيدمع، اللي هي حاجه مش موجوده في الانسان اصلا. دي موجوده فين؟ اللي الكائن اللي بيعمل كده هو الكروكودايل التمساح، ساعه ما بياكل بيدمع. ليه؟ النيرف هنا بدل ما يريجينريت ويروح للسليفري جلاند، ده ريجينريت بس راح للايه لللاكريمال جلاند، فبيسموها كروكودايل تير سيندروم. يبقى حصل لغايه دلوقتي هنمسح بس، حصل ان في مشكله في البريكنج ريفلكس فبقى في هايبر اكيوز، حصل مشكله في الانتيريور تو ثيرد اوف التست، يعني حصل لوس اوف التست اسمها ايه اجيوسيا، وحصل مشكله هنا بدل ما يروح للسب مانديبولار جانجليون راح للسفينو بالاتاين، يعني حصل كروكودايل تير سيندروم. كمان هيفقد الاحساس في الجزء ده اللي هو في البوستيريور سيرفيس وفي الاكسترنال اير، يعني ورا الودن كده هيحصل فقد في الاحساس. الانتيريور بيلي وفي الدايجستريك وستايلو هيود ملهاش لازمه جامد. احنا كملنا بعد الباروتيد جلاند ودينا خمسه برانش. فيحصل مشكله في الايه في الفيشيال ماسل اوف اكسبريشن، فتلاقي الايه العيان جاي زي الصوره دي كده، المفروض هنا هو شادد العضلات بتاعه البق اهو مثلا طلع لفوق هنا، الدنيا بايظه هنا بقى. ليه؟ علشان العضله مش عارفه تشد الايه الجزء ده، تشد الماوس شبه ما شدته هنا. تمام، يبقى الجزء ده هو اللي بايظ، فيحصل ايه paralysis of facial muscle of expression. طب اخر حاجه خالص بقى انه هيحصل ايه مشكله في الكورنيال ريفلكس، فيحصل كورنيال ulceration. كورنيال ulceration وكده ابقى خلصت. بس انا اتكلمت كتير جدا وبوضوح في كل نقطه في الفيشيال نيرف، لانه الفيشيال نيرف خصوصا هاي ييلد، يعني لو انت مش هتذاكر حاجه في الكرينيال نيرف خالص ذاكر الفيشيال نيرف. ليه؟ مليان كل الحاجات دي بتبقى اسئله موجوده في اليور. سلام.